صوتك يا علي. بتشاهدي على روحك يا هيك. يا علي انا بحبك عمري ما خنتك. بحبك يا علي. ابني يا استاذ. ابني هيثم يوسف ممنوع يا استاذ. هو ايه اللي ممنوع؟ ممنوع يا استاذ. ابني فين؟ ممنوع. ما تقوليش ممنوع. ممنوع يا استاذ. هو ايه اللي ممنوع؟ سيبها سيب. اهدى يا يوسف اهدى. هيثم 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 رد رد يا حبيبي. انت فيه؟ انت كويس هيثم؟ اتفضل معايا. هيثم انا بابا يا حبيبي. هيثم ايه ده حضرتك؟ اتفضل معايا. هو في ايه؟ هو خد مضاد حيوي جديد ومش هيفوق على الصبح. ايوه ليه ليه؟ عنده نزله شعبيه حاده. وليه كلنا؟ يا يوسف يا يوسف احمد ربنا احنا كنا فين وبقينا فين؟ على الصبح ان شاء الله هننقله اوضه عاديه وثلاث اربع ايام كده وبعدين يروح. ان شاء الله ان شاء الله. مش اكتر من دقيقتين عشان نسيبه يستريح. حاضر يا دكتور. لا دكتور اتفضل. هيثم هيثم حبيبي صبر عليا يا حبيبي. علي هيثم يا يوسف صلى على النبي كده وقت يا مالك في ايه؟ اجمد كده الواد زي الفل ان شاء الله هيبقى كويس. ما تهدى كده يلا بس نسيب مستريح زي الدكتور ما قال. لا 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 ما تجمد شويه يا يوسف في ايه؟ اسف واحد الله واحد الله يلا بس نستريح. لا يلا الله تقول لي ايه؟ يا اخواتي يا يوسف انت كنت فين صحيح؟ ده من كلامك يجي 20 مرة. وايه؟ اخوة الطعم والشياكة دي نضفت على اخر الزمن. انت كنت بتتجوز زمان ولا ايه؟ واحد الله بقى علم وظهرك مفيش حاجة تستاهل. الحمد لله بقى زي الفل اهو. احكي لي تاني ايه اللي حصل؟ مفيش. ما ده اللي اسمه البرنس كلمني لقيته بيقول لي يوسف فين عايز اديله الامانه. المهم يعني من هنا لهنا عرفت ان هيثم معايا وعايز نقابل عشان يدول. بيني وبينك في الاول افتكرته كمين بكده لقيته بيقول لي انه هيسيب لي هيثم على المحطه. محطه ايه يا زين؟ محطه الاتوبيس. رحت لقيت الواد مولع يا عيني بس الحمد لله يعني البرنس سببني في محطة الأتوبيس. تفرض أنت ما كنتش رديت على التليفون. تفرض أنت اتأخرت شوية. يا ربك ستار يا يوسف. الحمد لله الواد معانا أهو وإن شاء الله نطمن عليه بكرة الصبح. أنا عايزك في حاجة كده. أنا تحت أمر معاليك. فاكر دي؟ متهيألي اتقابلته قبل كده. زيد الله ياسين ومش هقول لك اكتر من كده. زيد الله. تحب معاليك ابتدي من امتى؟ بعد الكباب على طول. كلمتوا الادله وزمانهم على وصول يا فندم. ايدك معايا يا حسام.
من العاصمة. أكرم عبد الحي مدير أمن الأوتيل. عارف وعارف كمان إنك كنت معانا في الداخلية، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. ممكن تحكي لي إيه اللي حصل من الأول؟ أنت لما وصلت الباب كان مفتوح ولا مقفول؟ معلش يا باشا اعذرني، الأحداث حصلت بسرعة، بس في الغالب الباب كان مفتوح. كان مفتوح. أنت بعد ما بلغت المباحث ما فكرتش تنزل الكنترول روم تبص على تسجيلات الكاميرات؟ هنزل إمتى بس يا باشا؟ ما لحقتش طبعا، المباحث وصلت بسرعة جدا. مين غيرك بينزل الكنترول روم؟ يعني أنا وعمر المساعد بتاعي وفي 7-8 غيرنا كمان. أصل في معلومة لسه جاية لي كده. يعني معلومة إيه سعادتك؟ الهارد ديسك اللي عليه تسجيلات الكاميرات اختفى. اختفى؟ اختفى إزاي يعني؟ أنت عايز تفهمني إنك متعرفش؟ والله ما أعرف، أنا لسه عارف من حضرتك دلوقتي. يعني إيه اختفى؟ عايزك تفكرني تاني كده، انت سبت الخدمة معانا ليه؟ مبروك يا معالي الوزير، بس أنا كنت عاوز معاليك في موضوع تاني. لا لا لا، لا يحتمل التأخير. شوف لي المكتب ده. تفضل يا باشا. تفضل يا فندم. لسه مستخدم يا فندم. حرز السلاح ده يا حسام، طلع لي اذن القبض على سعيد البرنس. حاضر يا فندم. قررت النيابه العامه في القضيه رقم 1423 لسنه 2015 اداري قصر النيل اولا بحبس كل من سعيد محمد رمضان الدهل وشهرته، سعيد البرنس، اكرم محمد محمود عبد الحي، سعاد محمود جابر عطله 4 أيام على ذمة التحقيق. نهار اسود، نهار اسود عليك يا سعاد. تريك بلاستو. مين؟ ازيك يا يوسف؟